السلام عليكم الجمهور الكريم، نرحب بكم ونشكركم على تفاعلكم ومتابعتكم للإحاطة لحكومة الإمارات حول مستجدات الوضع الصحي في الدولة وأهم الإجراءات المتبعة. مستمرون في عقد إحاطتنا إلكترونياً واستقبال أسئلة الصحفيين مسبقاً، حرصاً منا على اتباع الإجراءات الوقائية وتجنب التجمعات وحفاظاً على سلامة وصحة الجميع. نستعرض معكم أولاً الإجراءات الاحترازية والوقائية التي صدرت خلال الساعات القليلة الماضية في الدولة، فقد تقرر إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة باستثناء منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم. عطفاً على القرار المتعلق بإغلاق مراكز التسوق لمدة أسبوعين وملحقاته، نود أن نلفت انتباه الجمهور الكريم بأن القرار يستثني من تطبيق كل من البقالات والسوبر ماركت والجمعيات التعاونية والصيدليات كافة التي تعمل داخل مراكز التسوق وخارجها. كما تقرر تقييد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي. تقرر أيضاً تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، باستثناء رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية. تهيب حكومة الإمارات بالمواطنين والمقيمين الموجودين على أراضي الدولة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للعمل أو الضرورة القصوى، مع الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية، علماً بأنه سيتم فرض العقوبات المقررة قانونياً على المخالفين بحسب قانون الأمراض السارية، وسيتم تشديد الغرامات والسير في الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الحبس أو إلى الغرامات المالية. نشدد عليكم تجنب التجمعات مع الحفاظ على المسافات الآمنة ومراعاة التباعد الاجتماعي. نحث الجميع على عدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة أو الضرورية، والتقيد بكافة التعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. نهيب بجميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد باتباع جميع القرارات والإجراءات التي يتم الإعلان عنها وإقرارها، والتعاون مع الجهات المختصة في تنفيذها، حيث سيتم تطبيق عقوبات على المخالفين وصولاً إلى الحبس والغرامة وفق قانون الأمراض السارية في الدولة. نؤكد على جميع المواطنين والمقيمين أن حكومة الإمارات تقوم بتقييم جميع القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها ومتابعة تطبيقها بشكل مستمر بناءً على المستجدات المتعلقة بتفشي الوباء. نحن ندعو إلى التأني والتريث في الفترة الحالية وعدم المساهمة في نشر الإشاعات والأخبار المغلوطة، وفق ما تم الإعلان عنه مسبقاً من النائب العام عن تطبيق القوانين على المخالفين. اسمحوا لي بتقديم الشكر للجمهور على التواصل والتفاعل، ونؤكد أننا حريصون على الاطلاع عن قرب على آرائكم وعلى مختلف وسائل الإعلام وملاحظاتهم، أخذاً بعين الاعتبار واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.
نرجو من الأشخاص الذين يعانون من الأمراض أو أعراض تنفسية ومتواجدين في المنازل، نرجو منهم تقليل الاختلاط المباشر مع أفراد أسرتهم وأيضاً مع أي شخص ساكن معهم للحد من انتقال الأمراض التنفسية. كما ننصح بتجنب الزيارات الاجتماعية للأهل والجيران، خصوصاً في حال رجوعهم من السفر، وذلك لسلامتهم. نرجو الابتعاد عن مثل هذه التجمعات والمناسبات الاجتماعية، حيث أنهم يخضعون للحجر الصحي، ونرجو منهم ومنكم التقيد بالتعليمات. نحث الجميع أيضاً على المشاركة في حملة خلك بالبيت. الحملة ليست شعاراً نرفعه فقط، ولكنها التزام في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الخاصة فيه، مثل الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي. وأخيراً وقبل الأسئلة، نستعرض معكم مستجدات الوضع الصحي في الدولة. لقد تم تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19. الحالات الجديدة التي تم تسجيلها ترجع لجنسيات مختلفة، شملت شخصاً من كل من الفلبين والعراق وتونس وسوريا والكويت وإيطاليا وبيرو وأثيوبيا ولبنان والصومال وبريطانيا والسودان ومصر وإيرلندا، روسيا والجبل الأسود، فرنسا وبولندا، بالإضافة إلى وجود تسجيل حالتين لشخصين من كندا، وثلاثة أشخاص من بنغلاديش، وأربعة أشخاص من كل من باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تسجيل سبع حالات لأشخاص من كل من الإمارات والهند. وبالتالي يصل العدد الإجمالي للحالات 198 حالة مسجلة. حالة من الحالات المعلنة اليوم عائدة من السفر، لم تلتزم بالحجر المنزلي ولم تلتزم في وجود الفترة للفحص الطبي، ونسيت وتسببت للأسف في نقل العدوى لحوالي 17 شخص خالطهم من الأهل والأقارب وزملاء في العمل. كما نود نعلن اليوم ولله الحمد عن شفاء ثلاث حالات جديدة للمصابين الذين تشافوا. تعود الجنسيات لأشخاص من النيبال وشخص من إيران، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 41 حالة. الإخوة والأخوات المشاهدين، نود أن نطمئنكم أن الحالات المكتشفة والمسجلة في الدولة معزولة في العزل الصحي، وكل الدعم ويتلقون كل الدعم والرعاية الصحية اللازمة وفقاً لأفضل الممارسات وفقاً للإجراءات المعتمدة. وأود أن أوجه رسالة مهمة لكل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة: دارنا وأهلنا وشعبنا أمانة، وقيادتنا حملتنا مسؤولية للحفاظ على هذه الأمانة. نجاحنا في التقيد بالتعليمات الصحية يساهم بشكل مباشر في تجاوزنا لهذا التحدي. اليوم لا وقت للمجاملة على حساب صحتنا وصحة أهلنا ومجتمعنا. سنبدأ الآن معكم الإجابة على الأسئلة التي وردتنا من الجهات الإعلامية، ونشكرهم على التفاعل معنا بالأسئلة والاستفسارات عن بعد. السؤال الوارد من صحيفة الوحدة وأيضاً من صحيفة ذا ناشونال: في حال فرض إيقاف العمل في القطاع الخاص لمدة أسبوعين كما فعلت بعض الدول المجاورة، كيف سيتم تعويض القطاع الخاص وعمالته من الخسائر المتوقعة؟ طبعا
طبعاً تبعات المرض تؤثر على العالم اقتصادياً واجتماعياً، ونحن في الإمارات لسنا في منأى عنها، ولكن نريد هنا الإشارة إلى أن قيادتنا تتابع بحرص كافة المستجدات، وقد وضعت الحكومة كل إمكانياتها لدعم كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الاقتصادي وأيضاً القطاع المالي وغيره من القطاعات. بالأمس أعلنت حكومة الإمارات عن حزمة إضافية لدعم الاقتصاد الوطني، كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمد حزمة اقتصادية بقيمة 16 مليار درهم، وليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم. كما اعتمد حزمة إجراءات لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة. أيضاً هناك سؤال من تلفزيون الشارقة، هل هناك تنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بالقرارات الموحدة الصادرة من قبلكم؟ طبعاً بالتأكيد هناك تنسيق دائم بين الجهات الاتحادية وأيضاً الجهات المحلية، وهناك فرق عمل وطنية ولجان تعمل طول الوقت للتنسيق والمتابعة على المستويين المحلي وأيضاً الاتحادي، حيث أن كافة القرارات التي تصدرها حكومة الدولة تقوم هذه الجهات بالمستوى الاتحادي والمحلي بالعمل على تطبيقها. نحن مستمرون في التعزيز والتنسيق الدائم بين كافة هذه الجهات. سؤال آخر من شبكة أبوظبي الإخبارية، هل هناك خطة لتطبيق قرار حظر التجول الجزئي مستقبلاً؟ طبعاً سؤال مهم، شكراً له. ومن المهم أيضاً هنا الإشارة إلى أن على الجميع من المواطنين والمقيمين الالتزام بما ورد في البيان المشترك الذي صدر ليلة أمس من وزارة الداخلية وأيضاً من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الذي شدد على أهمية التقيد بكافة التعليمات الصادرة من الجهات الصحية وفي مقدمتها منع التجمعات، مع العلم أن قانون الأمراض السارية يطبق عقوبات على المخالفين قد تصل إلى الحبس أو الغرامة. طبعاً هناك سؤال من صحيفة البيان، كم تستغرق فترة التعافي الكامل من فيروس كورونا؟ سؤال أيضاً مهم، تختلف فترة التشافي من شخص إلى آخر حسب شدة المرض، تتراوح المدة إلى أسبوعين إذا كانت الأعراض بسيطة، وأظهرت الدراسات أيضاً أن المدة قد تزيد إلى 3 أسابيع أو أكثر من ذلك إذا كانت الأعراض شديدة. هناك سؤال آخر من صحيفة البيان وأيضاً نفس السؤال من صحيفة The National، هل هناك إجراءات جديدة ستتخذها وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال الفترة المقبلة؟ وهل من المتوقع أن تمتد فترة تعليق دوام الحضانات والمدارس وتنفيذ التعلم عن بعد؟ ذكرنا سابقاً وأيضاً نعيد التنبيه إلى أن جميع الإجراءات والقرارات هي تخضع لتقييم مستمر، ويتم اتخاذ القرارات وفقاً للمستجدات وتقييم الوضع. نؤكد على أهمية استمرار العمل من خلال العمل عن بعد واتباع كافة الإجراءات الوقائية في مقر العمل، وأيضاً متابعة التعليمات والإرشادات الصادرة بالنسبة للتعليم عن بعد من وزارة التربية والتعليم. سؤال آخر من صحيفة الاتحاد، هل هناك احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الطعام؟ وليس القصد هنا علب تغليف الطعام نفسه، ولكن إذا كان الشخص الذي يصنع الطعام مصاباً، وهل هناك احتمالية انتقال الفيروس عند شراء الخضروات والفواكه؟ أيضاً سؤال مهم جداً، الدراسات العالمية وعالمياً لم يتم تسجيل أي إصابات
أو حالات تثبت ارتباط انتقال الفيروس من خلال الغذاء أو نقله عبر شركات توصيل الأطعمة، وأيضاً ينطبق ذلك على الحالات المسجلة عندنا. فأكثر الحالات هي تثبت انتقال مخالطة من شخص مصاب إلى أشخاص آخرين. وبالإضافة إلى ذلك ننصح باتباع التعليمات والإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة وصحة الأغذية في كل مراحل التعامل مع الطعام. الجهات الصحية والمعنية الأخرى بالدولة تشترط على القائمين على صناعة الأطعمة تغطية الأنف والفم وأيضاً ارتداء القفازات، بالإضافة إلى أن الإجراءات الضرورية هي الامتناع عن حضور أي مقر عمل بما في ذلك المطاعم إذا كان هناك وجود أعراض تنفسية. سؤال آخر من صحيفة الاتحاد والبيان: هل يوجد مدة معينة على المتعافين من فيروس كورونا قضاءها بعيداً عن الأفراد من حولهم حتى التأكد التام من عدم ظهور الأعراض مرة أخرى؟ أم فقط الاعتماد يتم على نتائج الفحوصات؟ أيضاً سؤال جداً مهم: يمكن للمتعافي العودة لحياته الطبيعية بعد شفائه، حيث لا يغادر المنشأة الصحية إلا بعد تأكيد التعافي الكلي له، وذلك من خلال اختفاء الأعراض، متابعة الأطباء لاختفاء الأعراض، وأيضا إجراء الاختبارات التي تتم لأكثر من مرة. يعني هناك تكرار للفحوصات الطبية قبل إخراج أي شخص من المستشفيات للتأكد من سلامته وتعافيه. هناك أيضا سؤال من صحيفة الخليج تايمز: كيف تجري وزارة الصحة ووقاية المجتمع عملية التقصي والتتبع لمن تواصل معهم شخص أثبت إصابته بفيروس كورونا؟ طبعاً أود أن أنبه أن إجراءات التقصي والمتابعة للمرضى والمخالطين هي من أهم الإجراءات المتابعة للحد من المرض ومن انتشاره. بالنسبة للحالات لمرض كوفيد يتم العمل والتقصي على كل حالة مشتبهة وأيضاً الحالات المؤكدة، وذلك من خلال متابعة الحالة وتقصي أو تحري ما نسميه بالتحري للمخالطين والأماكن التي زارها هذا الشخص. يتم فحص أفراد الأسرة، زملاء العمل، وتطبيق الحجر المنزلي لكافة المخالطين لمدة 14 يوم. أيضاً من الضروري التنبيه إلى أن الأشخاص المخالطين لحالات كورونا نلزمهم بالبقاء في المنزل حتى لو كانت نتائج الفحوصات سلبية، وذلك لوجود فترة حضانة للمرض قد تصل إلى 14 يوم كحد أعلى. يتم تقييم الحجر من الجهات الصحية، وقد تمدد هذه الفترة حسب تقييم الجهة الصحية وتقييم حالات المخالطين. سؤال أيضاً من برق الإمارات: ما هي الآلية المتبعة لمراقبة عمل المطاعم وخدمات التوصيل للمنازل، وكيف يمكن ضمان عدم إصابة العاملين فيها؟ ذكرنا بعض من هذه الإجابة في المرحلة الأولى، ولكن أيضا بالإضافة إلى ما قلناه تم إصدار دليل حول سلامة نقل الأغذية وتعميمه على كافة الجهات ذات العلاقة، حيث يتضمن الدليل اشتراطات وقائية إلزامية يتم متابعتها من قبل البلديات. سؤال آخر من برق الإمارات: ما هو الإجراء المتبع بالنسبة لصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية؟ هل هناك تقنين بالنسبة لعدد العاملين والزبائن المسموح لهم الاستفادة من هذه الخدمة؟ أيضا تم تعميم دليل متكامل بهذا الصدد وإلزام كافة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل بعدد من الإجراءات والاشتراطات الإلزامية للعاملين في هذه المراكز، يتم متابعتها وتنفيذ حملات تفتيشية من قبل البلديات للتأكد من التزامها بالتطبيق. سؤال من صحيفة الخليج: هل تم تسجيل أي إصابة بين الأطقم الطبية من أطباء وممرضين؟
فنيين أيضا من الذين تشرف على علاج الحالات المصابة في المستشفيات. طبعا ننتهز هذه الفرصة لنشكر كافة الأطقم الطبية والممرضين على كافة جهودهم في التعامل مع المرضى، وهم خط الدفاع الأول وأبطالنا الذين نعول عليهم في تجاوز هذه المرحلة. بلا شك أن هناك إمكانية لتعرضهم للإصابة، وكل الجهات الصحية تتابع بشكل مباشر وعن قرب وتحرص على سلامة وصحة العاملين فيها من خلال تدريبهم على وسائل الحماية الشخصية وتعزيز وعيهم بالإجراءات الوقائية، بالإضافة لخضوعهم للفحص المستمر. سؤال من صحيفة الإمارات اليوم: ما هو موقع دولة الإمارات حالياً في مؤشر منحنى انتشار فيروس كورونا المستجد؟ ومتى نستطيع أن نقول أننا تجاوزنا مرحلة ذروة انتشار الفيروس وبدأنا فعلياً في مرحلة الانحسار؟ طبعاً دول العالم كلها تمر بمرحلة تستهدف إحداث تباطؤ في نسبة انتشار المرض. احتمالية تباطؤ انتشار الفيروس مرتبطة بالتزام كافة أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية، ومرتبطة جداً بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وتجنب الخروج إلى الأماكن العامة إلا في حالات الضرورة القصوى. وهنا نؤكد أن الالتزام بمثل هذه الإجراءات ضروري جداً، ونهيب بالجمهور التعاون مع كافة الجهات في هذا الموضوع. يمكننا تجاوز الخطر من خلال تعاون وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات. شكراً أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، هناك سؤال من صحيفة الإمارات اليوم: هل ظهرت أي مؤشرات جديدة استدعت تصعيد الإجراءات الاحترازية التي شملت غلق الأسواق والمراكز التجارية؟ طبعاً قرار إغلاق المراكز التجارية والأسواق وتقليل خدمات المطاعم وطلبات الخارجية ضروري جداً للحد من انتشار الفيروس وتقليل سرعة انتشار الفيروس. هي إجراءات احترازية ووقائية، كل ما زاد التزام الأفراد فيها كل ما ساعدت في تقليل نسبة أو سرعة انتشار المرض. إلى هنا نصل إلى ختام الأسئلة. نود أن نشكركم جميعا على حسن الاستماع، ونشكركم على تفاعلكم، ونراكم إن شاء الله في الإحاطات المستقبلية، وشكراً.